طبعا انا بالنسبه لي تعتبر الحاجه ريهام من تجار الدين. بس شوفوا انتوا بقى تجار الدين لما الله يرحمه، لان هو برضو اتقتل في اعتقد 8 جون، جون 8 او 10 حاجه كده، مش عارفه مش فاكره، بس هو من كام يوم بيتكلم عن تجار الدين بيقول لهم ايه؟ لهم عقول ولنا عقول، ولهم ماضي يهربون اليه. هم عايزين يجوا يهربوا للماضي القديم ونهرب نحن منه، ولهم مستقبل يهربون منه ونسعى نحن اليه، وليس بيننا وبينهم الا وطن نحلم به متماسكا، ويحلمون به ممزقا، بل وينكرون حتى وجود هذا الوطن. هكتفي باللي قاله الدكتور فرج فوضى الله يرحمه، الله يرحمه. مش هاخد بقيه كلماته بعد اذنك يا مينا، لكن في صورتين لي للموضوع ده. عندك صوره القتل اللي هم الثلاثه، الرئيس المؤمن والدكتور فرج ايوه دي. الدكتور فرج بيقول ايه، او يعني بيقال عن القاتل بتاعه، اثناء المحاكمه سئل قاتل فرج فودة لماذا اغتلت فرج فودة. القاتل قال له لانه كافر. ومن اي يعني بيقول له انت عرفت منين ان هو كافر؟ عرفت منين؟ هل قريت له حاجه يعني ما معناها تثبت ان هو كافر؟ قال انا ما بعرفش اقرا وقت. ادي القاتل المؤمن اللي المفروض حدد ان فرج فودة كافر. في الرئيس المؤمن سأل القاضي قاتل السادات وقال له برضو نفس المعنى، قال له ان هو علماني. يا ساتر يا رب. فرد القاضي يعني ايه علماني؟ فقال القاتل ما اعرفش. اللي فوق مش عارف يقرا ويكتب، التاني بيردد كلمه ان هو علماني ومش عارف يعني ايه علماني. ونفس الحكايه على الاستاذ نجيب محفوظ، انه زنديق وان هو كاتب رواية حارتنا أو المهم. فأنت قريت الرواية؟ قال له لا، يعني لا أرى ولا يعرف يعني إيه علماني ولا يعرف يعني إيه كافر، لكن هما سلاح في إيد الشياطين فقط لا غير يقتلوا. عايز أسأل الحاجة ريهام سعيد في الصورة بتاعة الطالبة اللي راحت تحج، راحت تحج دي في جامعة بني سويف، ضبط خريجة تؤدي الامتحان، خريجة اللي قاعدة لابسة الإشارب دي، يعني اتخرجت خلاص، بدلا من طالبة سافرت لأداء مناسك الحج. يعني اللي قاعدة محجبة يا بتاعت شرع الله، واللي في بتحج محجبة أكيد راح هتحج، ومع ذلك الاتنين مؤمنات ومع ذلك عايشين بالغش. شفتي ايه رايك؟ يا ريت تفكري شويه. على فكره من ضمن شرع الله ان انت هتبقي زنديقه وفاسقه ومش عارفه ايه، لانك اصلا مش مغطيه شعرك اصلا زي ما شفنا في الصوره، وبالتالي هيطبق عليكي شرع الله ان انت يعني اسمها ايه، سافره، بيسموها سافره ان انت مش مغطيه شعرك. خلاص دي اخر حاجه في الجزء ده. بعد اذن برضو بالنسبه ريهام سعيد، دكتوره سفينه تشرفيني طبعا، بس اتفرجي على الجزء ده وبعدين ناخد المداخله بتاعت حضرتك. شوفوا بتاعت كريستيانو دي، واي مسلم اي مسلم ركز قوي، كريستيانو بيرشم الصليب وسجد، بيرشم الصليب وسجد. اسمعوا المذيع بيقول ايه، اعلنها يا كريستيانو، اعلنها يا كريستيانو، ما انت سجدت اهو خلاص. كأن السجود مش موجود غير عند المسلمين. نشوف الفيديو.
تبتسم لهم، يريدون كسرها اليوم كسر. انظروا إلى سجدة كريستيانو، يا كريستيانو أعلنها، يا كريستيانو أعلنها، يا كريستيانو يا للسجدة هنا، يا للقطة هنا. تبتسم لهم، يريدون كسرها اليوم كسر. انظروا إلى سجدة كريستيانو، يا كريستيانو أعلنها، يا كريستيانو أعلنها، يا كريستيانو يا للسجدة هنا، يا للقطة هنا. واحد بيرشم الصليب وبيسجد، المذيع يقول له اعلنها يا كريستيانو بقى ان انت تبقى مسلم بقى. يا عم ده بيرشم الصليب يا ابو مخ حجر، يا اللي مش شايف ده بيرشم الصليب. مجرد هو واحد بيرشم الصليب معناه ايمانه جواه انه مسيحي، ففي لحظه وهو بيسجد هيتغير 180 درجه، بدل ما يبقى مسيحي يعلنها ويبقى مسلم. الايمان نفسه فين يا متخلف عقلي؟ الإيمان بالعقيدة والدين ده فين؟ ده لسه بيرشم الصليب، عايزه يعلنها. إيه رأيك يا حاجة ريهام؟ شفتي؟ شفت أنتوا بتوصلوا لفين؟ شفت أنتوا بتدوروا على إيه؟ إن واحد يغير دينه، حتى لو هينطقها بس.